ساكت فيها موتور مليح هاد السونس صبرت له الثمن ديالها 13800 اه والاخرى ب 16 ونص ثمنها وتاد على هذه الاخوان كنهضروا على هذه دوسونسيس 2011 ايسانس ضريبه 7000 ريال اللي بغى يركب ولا يركب وليداتو الطوموبيله مليحه 5700 الله يربح حميد تيري كابو خصها تشمش السلام عليكم الاخوان حياكم الله مرحبا بكم ها هي هذه الدراوي الشاور راه راكبين عليه الحمد لله ما خصو تا خير كما قلت لكم هاي طوموبيل دخلت كنمشي سيها شوف تبارك الله في الطريق لكن مكتبرت شويه كما قلت لكم في الفيديو الاول راه خاصها الغاز المهم انا ما جربتهاش دابا كنجربها قال لي السيد راه ما خداماش شريتها على اساس ما خداماش لكن ها هي راه كتمشي الموتور تبارك الله ما قانا الموتور ما قانا ضربة 99000 كنجربها دابا في الطريق بين الطريق كاطريا على حساب الطريق هنا ما كنبغيش نكسيني لان ممنوع نفوت 80 100 اللهم بارك واحد السوقة ها مازال الارض ميلة كاين فيراج سيارة مليحة 2011 206 بلس 2011 ايسانس صد خيل ضاربة 7000 ريال 350 درهم شوف الطابلو كي ندير شوف مليحة الطوموبيل وريهم هذاك الكارنيتور كارنيتور جديد ضرب على الطابلو هذه الاخوان اللهم سيتها ب 5700 اللي بغاها مرحبا حياكم الله عند هذه الاوتو قنيطره معاكم خوكم عادل